رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لعمل منظمة الفاو في مصر، ومدير المنظمة يثمن دور المصري في دعم الفلسطينيين. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات العاجلة شمالية قطاع غزة. وبريطانيا تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم من قوات الحوثي غربي اليمن، والحكومة اليمنية تعلن غرق سفينة الشحن روبي مار في البحر الأحمر. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم التوقيع على برنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. ويأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحرب في قطاع غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر. وخلال لقائه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دينيو، أشار مدبولي إلى أن معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر بمساهمة وصلت إلى ما يزيد على 80% حتى الآن من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. كما أكد على تطلع مصر لدعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي غزة. من جانبه تمنى مدير عام الفاو أهمية دور مصر في دعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءا في القطاع. وللمزيد مشاهدينا من المتابعة في هذا الصدد ينضم إلينا هاتفيا دكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية بالخارجية بوزارة الزراعة. دكتور سعد، بعد التحية، كيف ترى البرنامج الإطاري الجديد لعمل منظمة الفاو في مصر وأيضا انعكاسه على دعم قطاع الزراعة في مصر؟ اهلا بك يا فندم. انا بس عايز اوضح في البداية ان هذا الإطار الحقيقة هو بيحكم منظومة العمل ما بين منظمة الغذاء والزراعة الفاو، نعم، ووزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية. نعم. هو إطار عمل مدته 5 سنوات، بيكون منظمة الغذاء والزراعة بتقترح فيه الميزانية الحالية الحقيقة الموجهة لدعم أنشطة الزراعة داخل جمهورية مصر العربية تبلغ حوالي 71 مليون دولار. نعم. الإطار النهارده تم توقيع او شهد توقيع دولة رئيس الوزراء، وقام بالتوقيع عليه معالي الوزير السيد القصير والدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمدير الإقليمي لمكتب الفاو في القاهرة. نعم. هدف هذا الإطار زي ما ذكرت هو دعم الأنشطة الزراعية والتنمية الريفية بكل الأنشطة المرتبطة بها بما فيها دعم صغار المزارعين، وأيضا توجيه جزء كبير من الميزانية ل ضخها ناحية المشروعات الدعم الفني. العلاقة منظمة الأغذية والزراعة بوزارة الزراعة الحقيقة وجمهورية مصر العربية هي علاقة، نعم، تاريخية،
انضمت مصر الحقيقه، وتعتبر مصر من الدول المؤسسه الاعضاء في منظمه الغذاء والزراعه. نعم. من منذ السبعينات، ومنذ يعني تم ضم مصر للعضويه، ومنظمه الغذاء والزراعه بتشتغل من خلال الاطار القطري لكل دوله. نعم. اللي هو بيحكم عمل المنظمه داخل عظيم. الدول الاعضاء. عظيم جدا. دكتور سعد، تم الاعلان من قبل الفاو وايضا بالتزامن مع سلامه الغذاء، تم الاعلان عن مشروع. هذا المشروع يهدف الى تحسين الرقابه على الاغذيه في مصر. السؤال هنا، كيف يمكن لهكذا بروتوكولات تعاون ان تقوم بتحسين المنتج بما يتواءم مع المعايير الدوليه فيما لا وصل بالمنتج، منتج الغذاء يعني. حضرتك عارف ان احنا عشان نصدر منتج زراعي جيد لابد ان تتوافق مع صحيح. التشريعات الزراعيه والمعايير الدوليه طبعا. صحيح. للدول. صحيح. فالنهارده موضوع الرقابه على الاغذيه وسلامه الاغذيه ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا. نعم. احنا كحجر زراعي وهيئه سلامه الغذاء في مصر الحقيقه حريصين جدا على ان منتجنا الزراعي يكون منتج جيد منافس خالي من الملوثات. الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي منوطة بمراقبة سلامة الأغذية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو حتى على المنتجات، مراقبة المنتجات اللي هي بتصدر لدول العالم الخارجي. يعني الفاو في هذا البروتوكول دكتور يعني ما هو إلا مستشار يعني؟ لا، بروتوكول التعاون ده بيخدم مصر في ان هو بيوفر لك الخبراء العاملين في هذا القطاع، بيدرب العاملين في هيئه سلامه الغذاء والحجر الزراعي المصري ايضا على ازاي تعمل انظمه حوكمه على المنتجات الزراعيه ابتداء من المزرعه وحتى وصول المنتج للمستهلك. احنا عاملين الحقيقه منظومه تكويت عاليه جدا داخل جمهورية مصر العربية منذ 21. الحجر الزراعي مع قام بها منذ حوالي سنتين زي ما ذكرت. وهذا الأمر الحقيقة يعتبر من الأنظمة الجيدة جدا اللي قللت ورشدت الاستهلاك اللي هو الغير مرشد للمبيدات اللي كانت بيتم رشها بالمنتجات الزراعية. النهاردة مصر عشان الحقيقة هذا النظام ساعد مصر في أن هي تتبوأ المكانة الأولى في تصدير البرتقال لمصر. مصر بقى لها سنتين او دي ثالث سنه على التوالي ان احنا ومنتج الفراوله كمان يا دكتور سعد البرتقال. نعم. وايضا ثاني دول العالم في تصدير الفراوله. ايضا هناك يعني الحقيقه يعني قرارات وتشريعات قامت بها وزاره الزراعه. نعم. هناك ايضا تكليفات ومتابعه مستمره من معالي وزير الزراعه السيد قصير بمتابعه تعزيز الصادرات الزراعيه المصريه. وبالنسبه لنا ملف مراقبه الاغذيه وسلامته ده ملف مهم جدا. نعم. وحاليا الدوله المصريه يعني بتعيه كل الاهتمام. نعم. واحنا حريصين جدا ان سواء كان المستهلك المصري داخل جمهوريه مصر العربيه، المواطن المصري ان هو يستحق ان عظيم. يحصل على غذاء غير ملوث عظيم آمن وصحي ومستدام. نعم. شكرا جزيلا دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة. شكرا جزيلا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم، مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند. وخلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس السيسي، أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. السيدات والسادة، نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته. إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. فضلاً عن ذلك، يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة. فمثلاً على سبيل المثال، يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقاً لمجلة السياحة العلاجية ميديكال توريزم ماجازين، الناتج المحلي الإجمالي
لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند. أيضاً وفقاً لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association، فيعبر حوالي عشرات الملايين سنوياً في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافروا إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأشار مدبولي إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعاً بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعاً بواحد من أكبر التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن 21 المتمثل في شيخوخة السكان، تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضاً الشيب العالمي والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سناً 84 عاماً فأكثر. هذا وأكد مدبولي امتلاك مصر العديد من المدن التي تزخر بالمقومات الطبيعية اللازمة للسياحة الصحية، وأشار إلى تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد ذات المقومات الطبيعية الهائلة بمشاركة القطاع الخاص. إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر، وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل. وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة في تنميتها، حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصداً سياحية عالمية لما تذخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذلك يمكن أن تكون موطناً للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين. حضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين وسفراء الدول وممثلو المنظمات الدولية وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات ورؤساء الجامعات وممثلون عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم. وعقب الافتتاح تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية. وخلال تفقد المعرض زار مدبولي عددا من الأقسام التي يتضمنها ومنها جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث استمع إلى شرح حول جهود الهيئة وإمكاناتها وتجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة. كما زار أجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية من منشآت القطاع الخاص والمجتمع المدني وأخرى متخصصة في علاج الأطفال والمسنين. هذا وتعد المقومات الطبيعية لمصر عنصر جذب للسائحين من مختلف دول العالم بغرض الاستشفاء،
كما جعل موقع مصر الجغرافي المتميز وما تتمتع به من أماكن وشواطئ ومياه مالحة وأبار معدنية مقصدا سياحيا هاما للسائحين. طبيعة ساحرة ومقومات لا مثيل لها جعلت من مصر مقصدا للسياحة العلاجية نظرا لما تتمتع به مدنها وجوها الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة. ففي مصر تنتشر العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم، علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفي العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها. كما ثبت أيضاً الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال. ووفقاً للعديد من الأبحاث، فإن مياه البحر الأحمر بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية فيها تساعد على الاستشفاء من مرض الصدفية. تتعدد المناطق السياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية في مصر، وهي مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم ومنطقة الواحات وأسوان وسيناء ومدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر، والتي تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية والتي تزورها الأفواج السياحية، وتأتي شهرتها بقيادة الرمال السوداء والتي لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية. الآبار الطبيعية ذات المياه العذبة والصالحة للشرب تعد أماكن جذب للسائحين، وقد قامت الدولة باستثمارها واستخدامها لأغراض اقتصادية بوجود رقابة محكمة على المواصفات والمقاييس لضمان جودة ونقاء المياه من الشوائب والجراثيم ودرجة عصر الماء وتركيبها الكيميائي. وفي هذا الإطار طورت مصر العديد من تقنيات العلاج البديل التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يوجد فيها العديد من المراكز الشفائية والمنتجعات الصحية التي تتمتع بتقديم أعلى معايير العلاج والرعاية الصحية التي يتوجه إليها السائحون. وبهذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية، وأصبحت وجهة أساسية لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيدا بالجهد المبذول والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة شمالي القطاع. ويأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع، فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. أفادت مصادر أمنية مصرية باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة غدا. وأشارت المصادر الأمنية إلى اتفاق الأطراف على مدة الهدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، لافتة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطاع غزة وعودة السكان. هذا وتواصل مصر جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الوساطة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وبالتوازي مع هذه الجهود، تشدد مصر على رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق مخططات تهجير الفلسطينيين التي يدعو لها مسؤولون إسرائيليون. موقف مصري راسخ في الدفاع المستمر والأبدي عن القضايا العربية، وفي مقدماتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. موقف القاهرة الثابت برفض العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إيقاف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة تفضي لحل نهائي عادل يحفظ حقوق الأشقاء الفلسطينيين في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الامتداد الطبيعي للموقف المصري يستلزم تجديد التأكيد على ثوابت تجاه القضية الفلسطينية التي بذلت مصر في سبيلها كل غال ونفيس، ليكون جزء من الدفاع عن هذه القضية العادلة هو نفي القاهرة القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن الإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي. مصر شددت على أن موقفها الحاسم بالرفض التام لأي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه لا رجعة فيه، لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن التهديد المباشر للسيادة والأمن القومي المصري خط أحمر، وأن القاهرة لديها من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة. مصر التي تمتلك من الحكمة ما يكفي إزاء مواقفها السياسية أكدت أنها لا تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض مع موقفها المعلن، كما أنها لا تعطي انطباعا يروج له البعض زورا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية. وفي وقت يعلم فيه القاصي والداني أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، في هذا الوقت ذاته تشدد مصر على أنها لا يمكن أن تكون طرفا في ذلك. ليس ذلك فحسب، بل إنها ستتخذ كل ما يلزم من أجل وقف جريمة الحرب هذه ومنع من يسعون إلى ارتكابها مهما بلغ الثمن. إذن هي مصر حصن الأمة وصمام أمانها وأمنها على مر التاريخ، وفي القلب منها تتعلق القضية الفلسطينية، ومع تفاقم العدوان الغاشم باتت مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني والملبي لاحتياجاته مهما بلغت الظروف. لطالما كانت قضية فلسطين قضية العرب، بل قضيتهم الأولى على مر التاريخ، ومن أجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، وباتت محطاتها تتزايد يوما بعد يوم من أجل الانتصار للإنسانية وحفظ الحق لأصحابه.
دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور يكمل بعضها بعضا تحت مظلة دعم الإنسانية. فمصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوما وملابس وبطاطين بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى. بل رفضت مصر إجلاء أي رعايا أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية. وفي هذا الإطار لم يغلق معبر رفح الحدودي أبوابه يوما لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية القادمة من جميع أنحاء العالم، كما حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل دولة الاحتلال. وفي إجراء جديد يظهر الإصرار المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين، قامت مصر بتنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول. تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري، قال إن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق، مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأضاف المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهالي في القطاع، فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات. معي للمتابعة وتحليل الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، مصر دوما يعني تواصل دورها في دعم القضية الفلسطينية وتؤكد رفضها لكل محاولات تصفية القضية، كيف ترى دور مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن خاصة مع استمرار جهودها في استئناف مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار وجهودها في وصول الإمدادات الغذائية لأهالي القطاع المحاصر؟ هو طبعا من البدايه الازمه من يوم 7 اكتوبر حتى اليوم هنجد ان الدور المصري هو الدور الاقوى على مستوى العالم ككل. مصر بتقود العالم من اجل انهاء هذا الصراع بشكل سريع جدا، انهاء المذابح الجماعيه التي شفنا من بدايه الازمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع قاده العالم، وايضا اقامه أمر السلام في القاهرة وكلمة التحسيسي والثوابت المصرية المستمرة التي لم تحيد عنها منذ اليوم الأول، وهو الوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل. النقطة الثانية المهمة جدا اللي هي إنفاذ نقول المساعدات بشكل مستمر، والمسار الثالث اللي هو حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 67.
مصر لم تتخذ لم تدخر جهدا من أجل تحقيق ما أعلنته منذ اليوم الأول. شفنا أيضا القرار المصري بمنع تصفية أو رفض الكامل لتصفية القضية الفلسطينية ورفضها على حساب الدولة المصرية إذا كان هناك مخطط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وهو ده اللي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر ولم نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، ونرفض أي فكرة من أفكار التهجير بالنسبة للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء. نعم. طبعا النقطة المهمة جدا اللي مصر قامت بها بدور كبير جدا اللي هو إنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة. احنا من اليوم الأول المعبر مفتوح، ولكن كان هناك تعنت إسرائيلي واضح أمام العالم كله بقصفها للمعبر رفح 4 مرات بوابة رفح من الجانب الفلسطيني ورفضها، ثم بعد ذلك تعنتها، وكان مصر من اليوم الأول الشاحنات تقف على بوابات معبر رفح إلا أن التعنت الإسرائيلي واضح من جانب قطاع غزة. أيضا كان موجود الأمين العام للأمم المتحدة بوتيريش، وأيضا آلاف الأنباء العالمية كانت كلها متواجدة في وسط ما يحدث من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا على الجانب الآخر مصر كان في موقف واضح وصريح من الرئيس عبد الفتاح بمنع دخول أي من يحمله الجنسية الأجنبية من قطاع غزة إلى مدينة رفح المصرية إلا بعد دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وأيضا مصر قرار العريش أمام كل المساعدات الدولية. مصر 80% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية بالكامل. صحيح. على النقطة المهمة جدا والأخيرة أستاذ جميل، لأن الوقت دهمنا، تفضل. النقطة المهمة جدا اللي هو الوصول إلى تهدئة. مصر في الوقت الحالي الوصول إلى تهدئة وتبادل الأسرى وحل القضية الفلسطينية. أشكرك الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال المسارات المختلفة. ويأتي مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش ضمن هذه المسارات، حيث يقدم هذا المكتب الدعم والمساندة لمرافق الجرحى المصابين وتلبية متطلباتهم وسط خلية نحل تعمل من المتطوعين المصريين والعالقين الفلسطينيين. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الكبيرة المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. المسارات الكبيرة والكثيرة التي حددتها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، واستقبالها أيضا من الدول المختلفة، واستقبال الجرحى والمصابين. في هذه الخدمة تحديدا سنتحدث عن الخدمات التي تقدم للجرحى والمصابين من خلال هذه المساحة التي خصصت لهم في مستشفى العريش، وهو مكتب خدمات المواطنين. هذا المكتب الذي يكرس كل مجهوده لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين المرافقين للحالات المصابة عندما يأتون إلى مستشفى العريش، يتوجهون على هذه الخيمة ليتم تلبية متطلباتهم، سواء بتقديم الخدمة الصحية لمصابيهم والجرحى أيضا، أو حتى لتقديم الخدمة الغذائية بتجهيز عدد من الوجبات الغذائية
الغذائية أو حتى تجهيز عدد من الملابس وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة ومستلزمات العناية الشخصية خاصة للأطفال والألبان المتعلقة بالأطفال. هذه الخيمة يتواجد بها عدد من المتطوعين سواء كانوا من المصريين أو حتى من إخوانهم الفلسطينيين العالقين الذين أيضا يقدمون كل الدعم والمساندة لأشقائهم من خلال الدعم النفسي الموجود هنا للأطفال ولأسرهم وأيضا من خلال التطوع في تلبية متطلباتهم. عندما التقينا بعدد من الفلسطينيين من الأسر والأطفال وجهوا كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الدعم والمساندة وأنواع الدعم التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين سواء هنا في مستشفى العريش أو حتى في أماكن إقامتهم في عمارات السبيل، ويعني عبروا عن مدى الاهتمام المقدم من كل الأجهزة التنفيذية الموجودة وأيضا من منظمات المجتمع الدولي من المجتمع المحلي المصري. إذن هذه المساحة وهذه الخيمة لازالت تتواصل منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استقبال المصابين والجرحى والعالقين وتقديم كل الخدمات التي يحتاجون إليها من الملابس ومن الأكل ومن أيضا الرعاية الصحية المتكاملة. هذه هي الصورة اليوم من داخل مستشفى العريش ومن مكتب خدمة المواطنين. عودة إليكم مرة أخرى. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غربي ميناء المخاء اليمني. أضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم قاد سفينة إلى المرسى مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطاقم من قبل السلطات. أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو تابع لقوات الحوثي كان مجهزا للإطلاق من اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن. يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن روبيمار. وأكدت الحكومة اليمنية أن السفينة غرقت تماما بعد أن استهدفتها قوات الحوثي في 18 من فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر. ترأس وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة. وخلال افتتاح أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم. وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين. من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة. وفي ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين. تناول اللقاء ما بين الوزيرين مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعهما مع دولة قطر الشقيقة. من جانبه أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة ما بين البلدين الشقيقين وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات. كما استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة
مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار، كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في قطاع غزة، ومنها على الساحة اللبنانية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان ومستجدات سد النهضة. واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا بأوكرانيا إيفان فيدوروف أن الجيش الروسي قصف 6 بلدات تابعة للإقليم ل306 مرات في آخر 24 ساعة. وقال فيدوروف إن القوات الروسية قصفت بلدات نوفودانيليفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا، مضيفة أنها استهدفت توكماشكا بنحو 79 طائرة مسيرة، ونفذت أيضا 6 هجمات بالمدفعية الثقيلة على روبوتين ونوفو دانيليفكا. رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه ما بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب ما بين دول الاتحاد. يهدف الاتفاق إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن ما بين الدول الأعضاء. وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعة قليلة أن أكثر من 1 مليار مسافر يدخلون أو يغادرون الاتحاد الأوروبي كل عام. ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة 7 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. جاء ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الملا أنه على الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا. تنعقد القمة 7 للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة. وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا وأمين عام منظمة أوبك. يأتي ذلك على هامش مشاركته في القمة 7 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، حيث ناقش خلالها سبل دعم ودفع التعاون في مجال الطاقة وفتح آفاق جديدة من التعاون في هذا المجال، وذلك في ضوء الفرص المتاحة. أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة سفينة الحاويات العملاقة إيفر جودز التابعة للخط الملاحي العالمي، وتعد تلك السفينة هي الأطول التي تدخل الميناء، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وغاطس 12.3 متر، وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة القادمة من اليونان 219 ألف طن وعلى متنها نحو 5000 حاوية مكافئة. نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر
عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة طبية بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. جهود دؤوبة تجري على قدم وساق من جميع أطياف المجتمع والدولة المصرية لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية والمواطن المصري من خدمات. وفي هذا الإطار نظمت كل من جمعية الرسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية ضمت عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. بتقدم جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي وراعي مصر حملة طبية للكشف على 300 مواطن في 6 تخصصات كاملة متكاملة بالمجاني لصالح الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسماعيلية واستعدادا للشهر الكريم. القافلة شهدت تقديم خدمات طبية ونظارات ل300 مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر جمعية رسالة. احنا مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، بنكشف النهاردة تخصصات جلدية وبطنة وعظام وأنف وأذن ورمد، معنا نظارات طبية مدعمة من المؤسسة. جهود حثيثة تأتي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لعمل منظمة الفاو في مصر، ومدير المنظمة يثمن الدور المصري في دعم الفلسطينيين. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات العاجلة شمالي قطاع غزة. بريطانيا تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم من قبل قوات الحوثي غربي اليمن، والحكومة اليمنية تعلن غرق سفينة الشحن روبيمار في البحر الأحمر. ختام النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. في تمام السادسة جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى.